السلام عليكم. السلام ورحمه الله. واش اخويا احمد سمير سنيكس؟ صح سمير. واش توا لاباس خويا احمد؟ صافا سمير راه الحمد لله. هذا هو دخلنا. راك ما راكش في البحر؟ لا لا انا هو دخلنا سمير. انا في في في, في الكوشيطه. وراك وين؟ انا في الفلوكه في الكوشيطه. وين؟ فوق شقاله. انا في الفلوكه. انا في الفلوكه. هذا وين دخلتو؟ اسمع كيما وصيتني اليوم حبت لي عند قدو. كيفاه؟ ايه حبت قلت له على باليش شنو على لي ماليوت هذوك والبتار ولا ما باش ما ماليوت ما 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 حبت حتى ما حبتش عنده الكونتاتر تاع تاع سيف الدين. شكونو؟ كونتاتر تاع سيف الدين من نوفل بيل. ما فهمتنيش انت اش نقول له البتار؟ اش البتار مسخر بينا سامي البتار اخويا. قلت لك لي ماليوت. فاش دير؟ لي ماليوت لي ماليوت. اسمو؟ لي ماليوت. هذا ماشي بحري. لي ماليوت. او ما تعرفش الماليوت يا سمير. تلافو يا سلاريه. ها؟ تلافو. او لي ماليوت يا او لي ماليوت. انت تلقى ولا تلقات؟ لي ماليوت في زوج هذوك قلت له جي عندي راه عند السيد ما عادش عنده. جستومو حبيت عند قدور قلت له يا ودي قال لك ربح الا ما جاكش كون جادور تاع سيف الدين قال لي يا ودي ما جانيش. يا مالو بادي تنزل عنده باغد ولا تنزل عنده باش هدي لي ماليوت هذوك يطلعهم له لهنايا. اش هذا باش يطلع له لي فاشدين ولي ماليوت؟ لي ماليوت اسم الفاشدين هذا يا لي ماليوت. وين يطلعهم له؟ يطلعهم لابيشريل سيف الدين. نقول له ربح قدر يطلعهم لك لابيشريل. ماشي ربح اللي يطلعهم. الخير تاع سيف الدين يحبط العقود. تهامي. نقول له فازيل. يا. اش نقول له؟ نقول له يحبط عند قدور هذا الكونجاتور. الكونجاتور هذا يحبط الوقوف عند قدور يحوس عليه باش يطلعوا لي مالو يتابق باش يطلعهم للدزاير. قلت له الربح قال لي ما جاز عندي حتى واحد قال لي. ما على بالك غدوه ولا لك مهم. المهم قال لي ربح لك كيش ما وصايا ولا بعث لي مع بالهم تشعلا وخلاص. نديروا له خاتم على قصبعه انا ربح قدور هذايا. ها؟ ديروا له خاتم على قصبعه. شكونو؟ انا بعت له السيد. لمن؟ انا بعت له خيه تاع خيه تاع سيف الدين. بعت له القوس. اقسام. بعت له القوس باش اللي مالو تشانوك باش يطلعهم. باش كان هذا باش يقول له الربح يطلعهم لك لا تشري. ماشي ربح اللي يطلعهم اسامي ما راكش مليح اخويا. راني مليح انا. ايوا كيف انا نقول لك انا لقيت لقيت عبد النور لقيت عبد النور عيوني ولا انت ايه لي مالوش انت هدرت مع رباح قلت له رباح قلت له ما جاش عندك اسمو كون جاتور تاع سيف الدين باش على ذوك لي مالوش اللي وصاك ايه وصا باش يطلعهم المهم انا قال لي رباح الا كاش وصايا ولا قول له الحمدي يوصيك غدوه نبعثها له مع بعلم تشالا الوصايا باسكو بعلم تشالا مازالو سهران انا بر وبنا مشال علاش بيه؟ باش يوصي ربح على لي ماليوت ولا لي ماليوت في القوس. تشالا ها؟ في القوس. اشنو؟ لي ماليوت في القوس عنده في المخزن. ايه لقى ربح انا قصاني قال لي بكاش ما وصاك احمد بعث لي مع بولا مشالا. قول له شوف قول له ربح قدور كي كان عندك السيد اخينا. يسقس عليك في القوس. يطلوا لي ماليوش يطلعوا من الجزائر سيف الدين. نقول له احمد المرنوس اللي قال لك. هكذا سامي. ماشي مشكلة اخويا احمد الصبيحة نتلاقى به في القهوة نقول له الرابح وخلاص. قول له هذا قول له خير يا. اسمع هذا اللي كان عنده اخينا من نوفل بيل يا. تهامي اسمه. اسمه سفينة. تهامي. تهامي. سفينة. تهامي. ها؟ اسمو التهامي خوت محمود شيكولا اخينا خو محمود شيكولا لا اخينا يخدم مع سيف الدين كونجادور ماشي بروبليم يا ماشي بروبليم انا المهم هدرت مع سيف الدين فهمت هدرت مع سيف الدين واش قال لي ربح قلت له سيف الدين قال لي نبعث الخيار ديالي للقوس لعند السيد على ربح على اللي فاش ديرو الماليوت هذا علاش ما اللي فاش ديرو الماليوت يا سمير والبتار والبتار ولا شنو من البتار هذا؟ واش قلت لي البتار ولي ماليوت؟ ولي ماليوت يا بنادم كيما الشبكه هذيك تاع لي ماليوت انت ماشي بحالي انت يا اه
كيفاش ماشي بحري ما راهي ساليك تقول لي ماشي بحري؟ ايه كيفاش ما تعرفش كلام مولي سمير اللي خدموا بحب الخير وتقول لي الفاش ديل وهذه وهذه. المهم الماليوتش اللي خدمنا بحب الخير. المهم راك مليح. لا بس اخويا احمد ولا لا. ودي حمال. او مليح برا ما تشاء الله ولا. المهم غدوه نقول له الربح يجوز عليك سيد اخينا من نوفالفيل اللي بعثوا احمد. قول له غدوه ولا المهم هو يجي لعندو القوس هكا. يخليهم يطلعهم للجزائر معه. لا بيسك هذاك. وربحوا جاي معكم ربحوا جاي معكم كويزيني. شكون رابح؟ قدوه. لا ولا لا. وي طلع لي ماليوت الجزائري طلع يبيعهم ويولي. ايه ولا طلعهم ماشي هو. ايه نقول له يجيك سيد اخينا. ماشي رابح لا طلع لي ماليوت طلعهم هذايا. ها؟ يطلعوا مال اخينا هذايا. ايه ماشي مشكل نقول له غدوا مين تا جاز هذا التهامي هذايا. اه اسامير هذا التهامي هذايا. شكونو؟ تخيل هذا التهامي. كنت درت على سيف الدين هنا بالجزائر. وهذا التهامي هذا من نوفلفيل من دلس. كي يجي عنده غدوه ولا غير غدوه ولا يعطيهم له ويطلعهم لهنايا هذا ما كان. ماشي مشكل اخويا احمد الصبيحه نقول له الربح قدو راجع. لا سامر صح. كاش حوت احمد كاش حوت؟ 18 كاز يلا تشا. يا صافا مزيه ولا عارف مزيه اخويا احمد المهم تصبح بخير اخويا الحمد لله كي راك بخير. سلم على القمري. هاو هنايا يسلم عليك هكذا. بلال وبلال هو معكم بلال. انا راني في الشمره مع موح البنات. هذا تفهم انا عرنك ها. باقي يا احمد كيف تبنات لي نونوس اسمع ما ادري اذا خدمت مليح جيب لي نونوس يا. والعرام. ادي راه مخري كاع والله على جلو وقيل اللي ما خرجوش كاع ما خرجوش. كاش مالح. والله العظيم راه مخري يا احمد. اسمع خرجت بلوكه بدل جديده جابت 100 كازي قالوا لي. وين اليوم؟ ايه هذا الليل ها. والله ما على بالي ما دريتش والله ما دريت. سي. والله ما دريت احمد. او كانت في زموري حطت الدلس قالوا جاب 100 كازي. لا مصابي يكون كش ما يظهر السردين ودوا نروحوا ها. انا مالينا البارح مالينا. على بالي. هاك زي ما اخويا احمد المهم تصبح بخير اخويا احمد. هذا سامر هذا. قول له ماشي بروبليم صبيحه نقول له في القهوه. فوالا صح صح. صح بسلامه صح.